أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يصدر قرارا رئاسيا بتعيين أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين أعضاء جدد في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. شمل القرار تعيين كل من الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عبد العزيز مفتاح، والأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد ربيع محمد الجهري، والأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي. رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل ويوجه بتفعيل إجراءات الأمن بكافة القطاعات. وجه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بضرورة العمل على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وكذلك وضع مواعيد مضغوطة وملزمة للانتهاء من العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، الذي يأتي في إطار متابعة عمل الوزارات في مختلف الملفات والبرامج والخطط التي تقوم بها الوزارات بالعمل على تنفيذها بما يخدم صالح المواطن المصري. وزير الداخلية: رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته. استقبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث تفعيل مسارات وأطر التعاون بين المجلس وكافة قطاعات الوزارة في مجالات حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان وصون حريته الأساسية. أشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري. رياضيا: الخطيب ممنوع من رئاسة الأهلي. لا صوت يعلو فوق صوت الحكم القضائي الصادر صباح أمس الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان انتخابات مارس 2014 التي أسفرت عن نجاح المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر وخلافة الخطيب للمجلس بالتعيين أو الانتخاب. أصبح الغموض يحيط بالمستقبل الإداري في القلعة الحمراء بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي استشكاله ضد حكم محكمة القضاء الإدارية والطعن عليه لدى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد صحة إجراءات الانتخابات وقانونية استمرار مجلس طاهر حتى نهاية دورته الانتخابية عام 2018. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس شتوي معتدل شمالا دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب، يصاحبها سكوت الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة إلى نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح على البحرين شمالية شرقية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.